متجوزة من 25 سنة وعندها أولاد، لكنها منفصلة يعني جسديا عن زوجها، لأنها يعني كأنه منحرف أو يعني له علاقات أخرى، أريد الطلاق، وهو يقول ليس المطلقة حقوق بعد أن نزوج أولادها. ده شريعة من عنده هو كده من مزاج. يعني إيه ليس المطلقة حقوق؟ المطلقة لها حقوق سواء خلفت ولا لا، وسواء كان الولاد دول اتجوزوا ولا ما اتجوزوش، مفيش حاجة زي كده.